معكم مجد القضاء، مصور طبيعه من الاردن. اليوم موضوعنا راح نحكي كيف نصور الغروب مع زي ما شايفين هنا، اخترنا منطقه البحر الميت عشان فيها املاح. راح نصور الكاميرا، راح نستخدمها كاميرا نيكون وكاميرا كانون. مصورين مجدي ومع صديق عطاء، وعندنا صديقنا اسلام بيصور بالمنطقه هناك. عين الكاميرا على اسلام يا زلمه. اسلام ضايع، احكي وين عبى الكاميرا. اوكي، موضوعنا اليوم زي ما حكينا راح نصور الاملاح على حسب قوانين التصوير. راح نستخدم قاعده ثلث، اخترنا كموضوع للصورة كنوع من التكوين، اخترنا الخشب هنا حطه هنا. نظام التصوير راح يكون عبارة عن HDR، لو خذ ثلاث صور، فاتح غامق وعادي. الفاتح مشان يبين المنطقة هنا، والغامق مشان لو يبين لون الغروب موجود هناك. واستخدمنا فلترين اللي هم ND الطرف اوكو. اوكي، معانا فلتر ND درجة 8 مشان نحصل على اللون الغامق، ومعانا فلتر بولورايزر مشان نبين انعكاس الأملاح داخل المي. يعطيك العافية.